السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني بيتزا في المقلاة اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف وخفيفه. خليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 4 كيسان ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال حليب بودره، شويش ديال الابزار، شويش ديال الملح، معلقه صغيره ديال الزعتر، واربع معالق كبارين ديال الزيت، زيت الزيتون. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها، وغادي نبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه حتى تجمع العجينه. هاي العجينه ديالي بعد ما جمعتها دلكتها واحد شويه، دابا غادي نحاول نكورها على هذا الشكل. هذا غادي ننزلها في هذا الاناء، وغادي نعمل شويه الزيت في يدي، وغادي ندهن ديك العجينه، وغادي نغطيها بسلوفان ونخليها حتى تضعف الحجم ديالها تخمر مزيان. بعد ما خليت العجينه ديالي تخمر غادي ندوز نوجد الحشوه. عندي هنايا واحد المقلاه اللي سخونه، غادي نعمل فيها الزيت، زيت الزيتون، وغادي نضيف عليها واحد البصله مقطعه صغيره، غادي نشحرها واحد شويه، وغادي نزيد نضيف عليها الفلفل الاخضر، فلفل احمر، غادي نشحرهم حتى هما معاها مزيان. بعد ما تشحرت لي الفلفل والبصل تشحروا مزيان، غادي ندفع عليهم الكفته على هذا الشكل، وغادي نزيد نشحرها حتى هي شويه معاهم. غادي نعمل شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر، وغادي نخلط مزيان. غادي نحرك، غادي نبدا نحرك مزيان حتى تطيب لي ديك الكفته، ونزولها ونخليها تبرد. هي العجينه ديالي بعد ما خمرت، غادي نخوي منها ديك الهواء، وغادي نعملها فوق سطح العمل. غادي نقسمها على جوج، جوج الكويرات، وغادي نرش الدقيق ونبدا نطلق العجينه ديالي. غادي نحاول نطلقها مزيان، وغادي نثقب العجينه، وغادي نبدا نطبعها ونعمل في واحد الصينيه.
كما كتشوفوا في الفيديو. بعد ما سالت العجينه ديالي بالتقطع، دابا عملت هذه المقله هذه فوق البوطه، خليتها تسخن مزيان. ملي تسخن مزيان نحاولوا نقصوا البوطه، نخليو على نار مهيله ونبدا نعمل العجينه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي نعمر المقله على حسب شحال غادي تهز لي، ونبدا نخليها تبدا تطيب. ملي نشوفها بدات كطيب نبدا نقلب كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. هاي ميني بيتزا ديالي ملي طابت العجينه. دابا غندير هنا صلصه، الصلصه عندي جاهزه، شريتها جاهزه. غادي نحاول نوزع كل معلقه فوق هاد الميني بيتزا حتى نسالي هاد الكميه، عاد غادي نبدا نعمر في الحشوه. بعد ما دهنتهم كاملين بصلصة، دابا غادي نضيف عليهم ديك الحشوة بعد ما بردت، وغادي نزيد نضيف عليهم الجبن والزيتون. انتم معايا. Thank you.
هما ميني بيتزات بعد ما ساليتهم التعمير. دابا عملت لهم هاد الزيتون هذا، غادي ندخلهم في الفرن ونرجع معاكم. هما ميني بيتزات ديالي بعد ما طابو. كنتمنى هاد الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنساو تشجعوني بلايكات ديالكم وتخليو لي تعاليقكم، وكذلك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. شكرا على المتابعة، والى فيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.